طاقة العيد وأجواء الروحانية والطاقية، كيف ممكن نستثمرها لإعادة شحن ذاتنا بالحيوية؟ وكيف ممكن نخلي العيد نقطة انطلاق جديدة بحياتنا القادمة؟ صح نحن برابع يوم، وصح يمكن اللي استثمر الطاقة استثمرها واللي ما استثمرها ما بعرف إذا بيلحق، ولكن ضروري ننطلق من جديد كل فترة والتانية. هذا محور حديثنا مع راما الدنيا، اختصاصية بعلم الطاقة. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك وكل عام وانتي بألف خير راما. يعني عم نحكي على الطاقة، يمكن عم نحكي قديه هي مهمة بمختلف مجالات حياتنا، ولا سيما هلا عم نحكي نحن على موضوع له علاقة بالعيد. يمكن مثل ما قال ورد، يعني في ناس حتستغل هذا الموضوع، في ناس مرق بس مشان الأعياد القادمة إن شاء الله. بداية فعلا مثل ما بيقولوا انه لما انت بتنظفي البيت وبتضبطيه قبل ايام العيد، هذا الشيء عن جد ممكن ياثر بشكل ما يعني على طاقتنا. خلينا نقول طبيعي، لانه اصلا الاعياد هي اجت من زمان، كانوا دائما يعني اول ما طلعت الاعياد هي طلعت للانقلابات، يعني كان كل ما يجي فصل جديد كانوا يعملوا يوم علامه، هذا اليوم انه انا بهذا اليوم راح احتفل. هو طلعت يعني فكره الاحتفال اللي هو تنظيف طاقة المكان، تنظيف طاقة الأشخاص، كرمال مثل كأنه هن عم يقولوا للطاقات الجديدة للفصل الجديد نحن باستقبالك، نحن فضينا طاقاتنا ونحن باستقبال طاقة الربيع أو طاقة الشتاء أو طاقة الصيف. ولليوم على فكرة هن بيعملوا هاي الطقوس اللي هي بيحرقوا أعشاب معينة، بيرقصوا عند النار، أوقات بيعملوا مثلا نباتات معينة بيزرعوها، بيبتهلوا بابتهالات، فهي نوع. فالشيء اللي بيساووه مثلا مثل وقت ببخروا عنا بحطوا تراتيل معينة، فهو نوع كمان من استقبال طاقة العيد أو بركة العيد، لأنه كأنه نحن عنا هذا الوعاء فضيناه كرمال الطاقات الجديدة. مفروض تكون هالطاقات الجديدة طاقات إيجابية، ما نشحن نفسنا بطاقات سلبية. وفعلا نحن بحاجة كل فترة والتانية لنقول انه انا بانتظار هاي النقطة لحتى بلش من جديد، انا بانتظار هالمناسبة لحتى اعمل واحد واثنين وثلاثة. طيب كمان في اجواء بترافقنا بعيد الاضحى او بالاعياد الدينية الباقية، منحب ننظف البيت ذكرناها، تعطير البيت بالبخور وبالشموع وبالروائح الطيبة، شو بينعكس هذا الموضوع على الطاقة؟ غالبا البخور هو يعتبر بعلم الطاقة عنا هو نوع من يعني إخلاء طاقة المكان تماما من أي طاقات قديمة عالقة بالزوايا بعفش البيت. وأهم شيء لما نحن بننظف بالبخور، ففي ناس أوقات بتحط عود أو عودين، هذا الشيء مو كافي، لازم البيت يكون يعني دخنة تصير فيه تعبق، ولازم يعني الأسلوب الصحيح إنه نحن بعد ما نخليها تعبق يكون مسكرين كل شيء ويتشرب الاساس. هاي البخور طبعا لازم يكون اصلي، مش مثل المعطرات الموجوده بالسوق، هذول مش بخور. تمام، مو ريحه بخور، لازم يكون بخور. بخور ايه، لانه هي اللي بتعطي فعلا الفائده الحقيقيه. واي حرق عشب كان ميرميه او غار او هدول كلياتهم، او حتى تبخير زيت عطري، فلازم يعبق. متى ما عبق بنخلي شيء ربع ساعه هيك ليتغلغل بالاساس وحتى بزوايا البيت، بعدين بنفتح شبابيك الابواب بخليهم يطلعوا لهدول كيف بيقولوا الطاقه، يعني يقدر يحمل هذا البخور فعلا طاقه سلبيه برا. تمام. هلا بكل الاعياد، كل عيد له هيك طقوسه، خلينا نقول له تحضيراته، له الزينه الخاصه فيه. اللي في كثير اشخاص دائما بيكونوا مواظبين على انه يحافظوا على هي الزينه، على هذا الشيء اللي هن ممكن يعملوه، التحضيرات اللي بتتغير بالبيت والى اخره. كمان هي الامور ممكن كمان تنعكس على طاقتنا، ولا كمان في علاقه بينها وبين الطاقه؟ هي قصة لحدين. أوكي. يعني بالنهاية البشر هن مولدين للطاقة، وهن قادرين انه يبرمجوا اليوم، يبرمجوا يوم معين، يبرمجوا مناسبة معينة. فالبشر مثلا بالكريسماس مثلا بياخذ طابع معين، زينة معينة، سهرة، رقص. البشر هن اللي عملوا هاي الطاقة، فنحن بنسميها انه سووا هاي الكارما او شيء. فهو حتى الاشخاص اللي ممكن ما يعني ما بيحتفلوا بالكريسماس حيحسوا بهذا الشيء. وكمان حتى الاعياد نحن عندنا مثل عيد الفطر له كثير اجواءه، لانه بكون هيك بعد رمضان. فحتى الناس اللي هن يمكن غير مسلمين كمان راح يحسوا بهي الطاقه، لانه فعلا هو البشر يعني اوكي الايام اكيد لها قدسيتها، بس كمان البشر بيعطوا طابع، بيعطوا طاقه جمعيه نحن بنسميها. فما بالك بموسم الحج اللي الناس كلها
متوجهة فيه للكعبة المشرفة، موسم الحج اللي الناس كلها بتجتمع على بقعة جغرافية واحدة، بطوفوا حول البيت العتيق الواحد، فتخيلوا مقدار الطاقات. وكثير من الناس أصلاً لما زارت الكعبة وصفوا وحكوا لما رجعوا، هدول اللي مفتوحة بصيرتهم، إنه شافوا نور فوق الكعبة مثلاً، أو مثلاً في نوع من الأضواء ما كتير الناس العاديين بيقدروا يشوفوها. ممكن يكون هذا الشيء صحيح وممكن لا. طيب خلينا نرجع لموضوع المناسبات. كتير في ناس بيعتمدوا إذا عندهم كهرباء على تضواية البيت كله، إذا ما عندهم كهرباء إنه يفتحوا الباب ويفتحوا الشبابيك لحتى الضوء يفوت للغرف، بيقولوا إنه هذا بيعطينا طاقة إيجابية وبيريحنا نفسياً. علاقة الإضاءة بالشحن الطاقي كيف منوصفها؟ هلا هو اكيد في علاقه كثير قويه، بس مو اوقات هي ايجابيه فعلا، لانه كثره الاضاءه بتحرر الدماغ على موجات جاما، وبالتالي بصير الواحد عنده اضطراب. بس كونه عيد فهذا الشيء قد يكون مبرر، انه بدهم يساوي جو فرح، يمكن يساوي جو راس، يمكن يساوي جو احتفال. بس هو فعليا كثره الاضاءه هي بتدل على انه بهذا المكان بده يصير نشاط غير عادي. طيب والناس اللي بتميل للعتم، في ناس انا بعرفهم كتير بحبوا انه يعني انا منهم، انا واحد منهم كمان، ضوء خفيف بس بالغرفه، ما كتير اضاءه قويه، حتى مثلا اللابتوب بنوصل الاضاءه للاخير، حتى التلفزيون البرايتنس بحطها اخفض شيء ممكن. شو بيدل هذا طاقيا؟ هو شعور، او خلينا نقول حاجه داخليه للهدوء، من الداخل من الخارج. في صخب حوالينا كثير؟ لا، جواتنا. جواتنا. فنحن بنحاول نهدي من برا مشان نقدر نهدي. اوكي حلو الفكره. طلعنا احنا ثلاثه نفس الشيء عنا هي القصه. اوكي طيب، يمكن كمان من القصص اللي عن جد بتحسيها ممكن تنعكس على طاقتك بشكل حلو، الاعياد او اي مناسبه هي فرصه انه نحن يمكن نهدي بعض الورود، يعني يمكن دائما بنلاقيها احلى اختيار، والاختيار ممكن عن جد يعطي سعاده للطرف الاخر، سواء هي بوكي ورد ولا اي نوع من انواع النباتات. كمان دائما ما كنا نحكي ايضا على قد ايه النباتات بتاثر على طاقتنا، هي النوع من الهدايا كمان بمثل هيك مناسبات قد يكون لها كمان تفصيل ثاني يرتبط بالطاقه او قصه معينه مرتبطه فيها. هو التقليد قديم، وقت كانوا يصير الانقلابات فكان كل حدا يجيب من حقله شيء ويهدي لحتى يفرجي انه انا هيك صار عندي، كان في هذا الشيء. هلا اليوم تبادل الهدايا او فلسفه تبادل الهدايا بشكل عام هي عباره عن انه العيد هو شيء للتسامح، هو شيء للبدايات الجديده او الصفحات الجديده. فالشخص لما بده يعبر عن هي الطاقه جواته، بيعبر عن مكنوناته انه هو قرر انه هو يقدم شيء للاخر، انه مثل ما بيقولوا نحن بنسميه طاقه مرتفعه، فبصير في نوع من الهدايا، بصير في نوع من العطاء بطريقه مثل هيك. اشخاص مثلا زعلانين بيكبروا عقلهم تماما، خليني اقول ايه هيك تفاصيل يعني. تمام، وفلسفه العطاء هي بترفع طاقه الشخص المعطي. تماما، قديش بتعطيك استحقاق 100%. عم تاخذ راما الكلمات الدقيقه وتوصف لنا اياها ختاما. في ناس عندهم اكتئاب بالعيد، بيقول لك انا ما طلعت لمحل، ما فتت، قضيناها بالبيت، شحن حاله بطاقه سلبيه، كهرباء ما شفناها كم ساعه، وعندي فحص يوم الاحد وانا طاقيا صفر. نصائح منك لنشحن انفسنا طاقيا وندخل لدوامنا بالجامعه، دوامنا بالشغل، للحياه العمليه بعد هالعطله بهمه ونشاط. هلا هو مثل ما قلنا العيد له طاقه، يعني ما بتشبه مثل ايام العطله العاديه او مثلا ايام فهي الطاقة هو الإنسان فعلا هو قرار إنه هو يستقبلها. فاللي ما قدر إنه يعيش أجواء فهو مقرر إنه ما يعيش أجواء بفكرة معينة، بإنغلاق معين، أو بظرف معين. أنا ما فيني إنه دائما، بس بالنسبة للناس المكتئبين، هلا أنا بشوف إنه المكتئب هو دائما شخص عنده توقعات إنه بهذا العيد يمكن أقدر أشوف حدا، يمكن أقدر أغير شيء. فلما بيمرقوا أيام عادية، ولأنه هو منطوي يعني، لأنه هو ما استقبل طاقات العيد، هي من الأشخاص. فأنا هدول بس بحاول أنصحهم إنه أنت جرب يبلش العيد من جوا. ويمكن راما عن جد هدول الاشخاص نفسهم اللي بيجلدوا حالهم انه ليكني لا انبسطت ولا عملت ولا سويت، عقلية الضحية، فبصير ايه عن جد بيجلد حاله كل الوقت انه ما عيدت ما سويت شيء، وبلوم نفسه يمكن انه الغلط مني او شيء. فهنا الغلط اكيد مو منه مساحه، يعني ما هو الظرف العام، هو فعليا مثل ما قلت هو عباره عن قرار. الانسان يمكن بلش العيد من جوا، يعني هنا مثلا الاطفال، هو فعليا العيد للاطفال، بس نحن الكبار دائما نحن بنحاول نصلع لهم للعيد للاطفال، وبالتالي مو نحن يعني العيد مش إلنا مثل الاول. بس الاشخاص اللي بيكونوا عن جد بحاجه انه لهي الفرصه، لانه بركي بقدر اعمل شيء، بركي اقدر انا فعلا اعيش العيد، وما بيقدروا،
فبيعمل لهم هذا الأحباط، بيصير توقعات غير محققة، فبيصير إحباط واكتئاب الأعياد. على كل حال بلقاءات قادمة يمكن نركز على هالمواضيع بشكل مفصل أكثر. بدي أتمنى لك أيامك تكون كلها خير وبركة، مثل بركة هالعيد الكريم، وينعاد عليك يا رب. شكرا، نعاد عليكم. أهلا وسهلا فيك.